بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا إن شاء الله العاشرة تاريخ 10/11/2013. طبعا المحاضرة السابقة أكو حكينا على موضوع الإندكس وعلى تتبع الإندكس، فأكو فقرة يعني أنا تعمدت أعبرها المحاضرة السابقة لانه شباب كان الى حد ما بعض ما موجود، ف يعني راح اخليها نهايه محاضره اليوم، راح اخليها نهايه محاضره اليوم حتى يكتملون البقيه. اوكي تعلمنا احنا من المحاضره السابقه على تصميم الكيوري، وكتبنا الإعاد سيلكت، واخذنا مجموعه من الامثله عن الإعاد سيلكت. بس اكو احد بيكم عنده السلايد مال اخر محاضره؟ بس السلايد مال اخر محاضره انا اعتقد موجود عندي. بالفلاش يمكن مو نعم. وصلنا إلى جملة ديسكتانت اللي هي تسترجع لي النتائج مال جملة سيلكت بدون أن يتم تكرار البيانات. ما تمام؟ زين. يعني لو تلاحظ انا مثلا عندي عليكم السلام ورحمة الله. يعني هذا الفرق شلونك أمورك مستجدين.
اخوتي نصبته. غير بسي هذا لا ما يحتاج بس تنصبعتي عليه يعني. احتمال يحتاج صلاحيات الادمنستريتر حتى يشتغل ما متأكد. أنا اتصل بالسكيو الاكسبريس، انا ما اريد، انا اريد اتصل بالسيرفر الحقيقي. الاكسبريس نسخة يعني اللي تنزل ويا الفيجوال ستوديو اللي هي النسخة المصغرة فالسكيو الاكسبريس، اما السكيو الحقيقي اللي هي الديفولت انستنس اللي احنا نشتغل عليها. فهسة قاعدة البيانات نورث ويند اللي يعني عندنا هي بها جدول الامبلوي. اوكي جدول الامبلوي، لو احنا بالكيوري مالنا كتبنا الكيوري الآتي select title from employee. لو تلاحظون أنا عندي الآتي معلومات الموظف، واحدة من المعلومات الخاصة به هو التايتل أو اللقب مال هذا الموظف. فتلاحظون الالقاب مع الموظفين راح تكون متكرره، يعني مثلا سيلز ريبريزنتيف ممثل مبيعات، هذا ممثل مبيعات، هذا ممثل مبيعات، تقريبا اربعة او خمسة اشخاص. فمن اقول سيليكت تايتل اوكي ماكو داعي تايتل راح يجيب لي هذول الاشخاص. بس المشكله انه اللقب مالتهم متكرر، فحتى نجيب هذول الاشخاص بدون لقب متكرر راح نستخدم الكلمه المحجوزه ديسكتانت. اوكي طبعا كثير مفيده انه راح يجيبهم بس بدون تكرارات. اوكي هاي مثلا تريد تملا كومبو بوكس هاك شيء، ف
فبمكان ما تيجي تقول له مثلا جيب لي كل اللي اللقب مالتهم مثلا دكتور مثلا مثلا ومثلا اسيستنس بروف مثلا وبروف راح تجيب سيلكت وديسكتانت حتى يجيب لك هي بدون تكرارات. زين لو كنا عملت جروب باي لا ما الجروب باي راح يجيب لك كل النتائج طبعا اسرع بالتاكيد اسرع لانه الجروب باي راح يجيب لك كل الريكورد ومجمعين حسب هاي الصيغه بس انت ديسكتانت راح يلغي التكرارات. زين هسه نجي على مجموعه من الدوال طبعا راح ناخذ احنا الدوال مال سكيل سيرفر بالتفصيل بس احنا راح ناخذ يعني حاليا الدوال الى حد ما سهله. مجموعه من الدوال راح اسميها جروبينج فانكشن داله الصام لايجاد مجموع افريج معدل مينيموم ماكسيموم لاقل قيمه واكبر قيمه على التوالي وكاونت لايجاد عدد تكرارات ماده معينه. فمثلا قاعده البيانات مالتنا عندي بيها مخزن هذا المخزن هذا جدول المخزن خاص بالبرودكت المنتجات اللي موجوده اوكي. فلو انا لاحظ جدول البرودكت في مجموعه من المواد وحده من هاي الميزات هي مثلا يونت برايس سعر الماده او مثلا يونت ان ستوك عدد القطع بالمخزن اوكي عدد القطع من هذه الماده اللي احنا عم نتكلم عليها بالمخزن مثلا بوكس صناديق معينه عدد القطع الموجوده بالمخزن صفر مثلا ماده مع 12 كذا بوتلز عدد المواد الموجوده بالمخزن هي 13 ماده. فانا لو اريد مجموع كل المواد اللي موجوده بالمخزن راح اقول select انا راح استخدم دالة الصم لايجاد مجموع كولوم معين فاقول select هسه الدالة راح اكتب دالة الصم وبين قوسين الباراميترات مال هذه الدالة ايش راح تبعث له انت باراميتر كولوم معين انت راح تريد توجد المجموع ماله اللي هو يونت قيم انفجار اوكي او قيم رياضية بالاحرى اوكي يونت ستوك زين هذه راح اكتبها الشكل ايه تمام from اسم التيبل اللي بيه هو البرودكت product احتمال عندنا غلط بالتهجي مال يونت ان ستوك زين فايش قد المجموع الكلي للمواد 3119 ما منطقي يعني انه تسترجعه فالمفروض تستخدم الياس وتكتب الاسم مثلا مجموع المواد اوكي زين هسه ايش عندنا عندنا دالة كلش مفيدة اللي هي راح تعطيك دالة الجروب باي راح نطبقها على السلكت بس ايش تعمل؟ راح تقسم لي الرو اللي راح يتم استرجاعها على شكل مجامع هاي جدا مفيدة. انت عندك موظفين كل الموظفين اللي تابعين لشعبة معينة راح يكون انت رقم الشعبة واحد اللي هو انت راح يكون فورنكي للبرايمري كي موجود بجدول الشعب اللي هو يمثل شعبه واحد هي مثلا شعبه خلينا نقول مثلا المبيعات او الحسابات هاي الشعبه بها تفاصيل كلش كثيره. فالموظف الفلاني راح يكون تابع لتلك الشعبه ما تمام فراح تكتب رقم الشعبه. لما تجي تسترجع الموظفين قل له سلكت اسم الموظف معلوماتي كذا كذا كان الموظف جروب باي مجمعين حسب رقم الشعبه حتى يجيب لك كل الموظفين التابعين لشعبه معينه يجيبهم كجروب. واضحه الفكره؟ هسه ناخذ المثال راح يصير عليه جمله سيلكت سيلكت فروم الجدول اللي نريد نتعامل معه وير الشرط اللي احنا نريد نحدده جروب باي اللي هو شرط التجميع. زين الاوردر باي اخذناها الترتيب فالجروب اللي هو شرط التجميع. فمثلا لو تلاحظون المواد اللي موجوده بالمخزن عندي مثلا هاي المواد مثلا البوكس ومثلا الجارس او معفشني اي مجموعه لها علاقه مثلا بالصناديق او الحقائب راح يعطيها الصنف 8 هاي ضمن الصنف 8
ولنفرض انها صنف رقم واحد، خلينا نقول مثلا مواد مواد غذائيه، فرقم واحد البوتلز رقم واحد، فاي شيء له علاقه بالمواد الغذائيه راح يعطيه كاتوجري اي دي واحد واحد واحد. واضحه الفكره؟ مثلا المواد الكهربائيه راح يعطيها رقم اثنين، فمثلا هاي المجموعه هاي كل ولنفرض مواد كهربائيه، فيصنف لي هي رقم اثنين، واحتمال راح تلقي رقم اثنين بعد كرقم صنف باسفل الجدول، تمام؟ فكل ما تدخل المنافسه راح تضيف لعنده صنف معين. فلما تريد تقول استرجع لي سم يونيت اوف ستوك، اوكي؟ هذا مثلا مجموع المواد او اي اسم كان فارزه كاتيجوري اي دي اللي عافيه الكاتيجوري اي دي للماده. فايش راح يسترجع له؟ خلي بس نرتبهم بالعكس حتى يرجع لي مجموعة بعدين. الصنف الاول دقيقه كاتيجوري اي دي، اوكي صحيح. ايه زين كاتيجوري اي دي ها فروم برودكت ها لا لازم نسترجعه صحيح. ما عندك بوجيت لازم جروب حتى ما لا تمام. لو نرجع المواد الماده معينه ماده وصنفها، فهذا راح يرجع لي ماده ماده. قبل شوي انا استخدمت صام، راح يرجع صام لايش؟ لانه يعني لعده مواد، فما راح يرجع صام لحق الواحد. فايش لازم نعمل؟ لازم نستخدم، يعني هي ما لازم كل ما يعني كل ما تستخدم جروب باي تستخدم صام، ما لازم كل ما تستخدم جروب باي تستخدم صام، بس صدفه مثالنا هذا باستخدامنا صام نحتاج لجروب باي لانه استرجعنا اكثر من كولوم. اوكي بس انت الجروب باي تقدر تستخدمه بدون صم، اي مجموعه نتائج جروب باي كذا. اوكي زين نرجع نستخدم جروب باي واسم العمود اللي انت تريد تسوي الجروب باي حسب، واللي هو كاتيجوري اي دي. كاتيجوري اي دي ايش قد راح يرجع لك؟ راح يرجع لك رقم 1 2 3 5. هذا الرقم راح يرجع كل المواد اللي تابعه لرقم معين يجمعهم سوا. اوكي فتشوف المواد اللي تابعه لرقم واحد عددها 559. اوكي لو نرجعهم مثلا بس المواد ما راح يعني ما راح تقدر تسترجع يعني الماده ببحثها. طبعا احنا من راح نسال فيجوال ستوديو راح نستخدم جروب باي نزت النتائج مالتها بليست مثلا او كومبو بوكس، فما راح نستعرضها مباشره، فراح يزت لي هاي الارقام راح يزت بليست. ايه هاي الارقام راح يزت بليست او بمصفوفه بس العمود الاول، والديتيلز ماله راح نعرضها مثلا بداتا جريد فيو او حسب ما نحتاج. اوكي فحاليا راح يفوت على كل صنف، ولنفرض انه الصنف رقم 8، راح يفوت على كل المجاميع اللي موجوده بالمخزن. الرو الاول مثلا 95، هنا الصنف 8 رقم 62، وهكذا راح يوجد مجموعه وراح يرجع يزته بصنف 8 الرقم الكلي. اوكي هسه اذا تريد نفسه هذه النتائج اللي نريدها نفسها مال جروب باي بس نطبق عليها شرط، هسه ايش عايسترجع؟ عايسترجع مجموع المواد التابعه لصنف معين لكل الاصناف. اوكي لو نريد صنف معين صنف محدد او شرط محدد فنستخدم جمله جديده اللي هو هافينج اللي هي مشابهه للوير. انت ما تقول سيلكت كذا فروم كذا وير تبدي تحدد شروط، لما تستخدم جملة جروب باي هافينج تبدي تحدد شروط. اوكي بعد ها اي بالضبط بعد الجروب باي مثلا نقول هافينج مثلا اريد الاصناف اللي مثلا عدد اليونت اون ستوك اصغر من 200 او اكبر من 500. لو تلاحظون الارقام مثلا 500 300، فمثلا اريد الكميات مثلا هافينج
unit instead, sum of unit instead اصغر من 200. انا من يصير ماده معينه عندي اقل من 200 بمعنات لازم اعطي تنبيه لمدير الشركه انه هذه الماده او لقسم المشتريات هاي الماده بدت ينفذ المخزون منها، لازم نرجع نشتري من هاي الماده. فاقول هذه الاقسام اقل من رقم معين. اوكي، فمثلا عندي الماده رقم تصنف رقم 6 وتصنف رقم 7، هذول العدد مالتهم صار اقل من 200 فلازم يتم شراء كميه جديده. اوكي، ها هاي ما راح تحتاج صم، انت ما راح تحتاج صم، راح اجي تقول لا لا هو ما هو يريد ماده معاده معينه، يريد ماده معينه، فايش راح نعمل بعد السلكت فروم وير؟ وير راح يجي وير يصير شغلها. زين هنا ايش راح نعمل؟ سلك كاتيجوري اي دي، اقول مثلا برودكت نيم. بقية بس بعد دقيقة ايش تبي؟ مادة مجموعة بالمخزن. هيا انا مجموعة بالمخزن المادة الفلانية، هيا انا مجموعة بالمخزن 15 كاستعلام استعلمها بس هي تطبق. اي هسه راح اطبقها. سيلكت كذا البرودكت نيم برودكت نيم فروم برودكت وير يونيتي ستوك اصغر من 200، راح يخلي كل هذول المواد هي اصغر من 200. الماده انا يعني هنا تريد رقم الماده راح راح تستخدم برودكت اي دي، يعني هسه تريد مكان برودكت نيم راح تقول له برودكت اي دي، هذه الماده رقم واحد وير برودكت وير، ها يعني تريد الماده رقم الماده اللي مع رقمها واحد مجموعها اقل من 200 ما تمام؟ ايه مجموع لا مش خد مجموعة هو يطلع مجموعة هو يجمع ما يصير يطلع مجموعة، هي انا جهز مجموعها. هاي الماده رقم واحد، هاي الماده رقم واحد، هاي هي انا جهز المجموع مالتها 39 للواحد يسعى جواته، يعني يسعى تمشي هم يجي واحد يعني الجدول لو هي هنا مستحيل يتكرر الواحد لان برايمري كي مستحيل يتكرر الواحد. لو انت تقصد مثلا لا اللي يقصد كاتيجوري نفسه تريد مجموع كاتيجوري محدد، يعني هسه هاي ما بهذا العمود العمود الكاتيجوري اي دي ايه عندك كم اكو اكثر من قيمه تساوي واحد يريد هاي القيم الموجوده تحت عنوان واحد مجموعه تمام نفس هذي بس تبدي انت تحط الشروط كاتيجوري عادي لازم واحد تساوي اوكي او كاتيجوري عادي يساوي 2-5 حسب ما تبي فراح يطلع لك مجموع الكاتيجوري الفلاني. اوكي زين هسا نرجع نكمل. ف فاحنا تعلمنا يعني شلون نتبع نكتب يعز اس كيو ال، ولاحظنا انه عمليه الكتابه ما معقده بس بالفيجوال ستوديو بالسكيل سيرفر وفروا لنا اداه جي او اي لتصميم الكيوري اللي هي اداه الكيوري ديزاينر. اوكي فائده هاي الاداه تساعد بكتابه الاس كيو ال كود بدون كتابته يدويا باستخدام تصميم باستخدام الواجهات. زين حتى نفتح السكيور ديزاينر من كيوري ديزاين كيوري ان اديتور. ف
راح يفتح لك واجهة لإضافة الجداول اللي موجودة بقاعدة البيانات اللي انت تريد تتعامل معاها. يعني احنا بين قاعدة بيانات حاليا عم نتعامل. انا خلي اول مرة احضر لي كاتيجوري فارو يعني كود فارو. زين اقول كيوري ديزاين كيوري ديزاينر. احنا نتعامل مع قاعدة بيانات نورثوين تمام، بيها مجموعة من الجداول. فانا اريد اضيف مثلا جدول الامبلوي الموظفين اد، او اي جدول موجود بهاي القاعدة. كل الجداول موجودة عشرات جداول اوكي، نقدر نضيفها ونستخدم كنترول او شيفت حسب ما اريد. اذا راح نضيف مجموعة جداول مثلا employee customer add وبيناتهم علاقة، راح هو يضيف لك العلاقات بيناتهم، راح يضيف لك العلاقات اللي موجودة بين هاي الجداول اوكي. ف اذا مربوطين foreign key primary key او حسب ما تريد اوكي. اذا تريد مثلا ذوي الجداول مثلا تريد ما تحذف الجدول ما مناسب، راح اشير وديليت. حاليا السكيل سيرفر الكود حيتغير جوه، حيتغير جوه الكودات حتتغير. من عاد اضيف جدول مثلا اد تيبل، وعاد اضيف مثلا ثلاث اربع جداول، الكودات جوه حتتغير. ومن ينزل العلاقات المناسبه والجوينات اللي حتصير بيناتهم. من عاد احذف هذول العلاقات ايضا الكودات عاد تتغير. انا اللي يهمني حاليا اوضح مثال كيفيه استخدام كون احنا ما عندنا بس الجمله السلكت. فنزلت جدول الامبلوي، راح يعطيني الحقول اللي موجوده بي، راح احدد الحقول اللي اريدها اوتوماتيكيا راح يتم اضافتها. اذا اريد مثلا حق لاست نيم مثلا اريد اعطي مثلا اسم مستعار، راح اقول مثلا الاسم مثلا الاسم الاخير مثلا او ايش تريد. بعدين اريد النتائج مال هذا الجدول اوكي. بعد ايش اريد؟ اريد اضيف التايتل واريد اضيف تاريخ الميلاد. اريد النتائج مال هذا الجدول يتم ترتيبها حسب تاريخ الميلاد، لانه انا حاليا يهمني اعمار الموظفين مهمه. فاجي على البيرثدي اقول له سورت اسيندنج بصوره تصاعديه اوكي. واذا تساووا بتاريخ الميلاد فاريد ترتب لي هم حسب الاسم الاخير اوكي بصوره تنازليه اوكي. يقول لي زين انت هذا السورت اوردر مالته واحد، هذا السورت اوردر مالته اثنين. فاذا تريدهم بالعكس اسبقيه الترتيب اوكي، ممكن انت تحط اربع اعمده وتقول له اي هو اللي تريد الاسبقيه اوكي. فلتر اذا تريد تضيف شرط معين مثلا وير الامبلوي اي دي يساوي واحد، فضفت لك فلتر انه لازم الامبلوي اي دي يساوي واحد. تلاحظون اشنو سيركتيا الامبلوي اي دي يساوي واحد. طبعا هسه ما راح يرجع لي عده نتائج، فراح احذف الفلتر. الفلتر راح يضيف لي شرط لجمله وير. تلاحظون ايش ضاف الفلتر؟ الاسترجاع يصير بالوير، فراح يضيف لي شرط لجمله وير. هسه انا ححذف الفلتر، راح يقول لي انت راح تسترجع هذول الحقول امبلوي اي دي لاست نيم، ضفت له اسم مستعار فيرست نيم تايتل بيرث اوف ديت فروم ايما جدول، الجدول اللي انت ضفت لي هو فوق. عندك شروط ترتيب معينه؟ اي عندي شروط ترتيب، سورت باي اوردر باي بيرث ديت اول مره، والاسم الاخير ديسيندينج لانه الاسم الاخير انا طعيته انه اسم مستعار اللي هو الاسم الاخير. واضحه؟ اسهل بكثير ما تمام؟ اوكي. كتب هذا لي عازل السكيول وزت لي هو بكود ويندو اكسكيوت نفذه. نعم؟ ايه بس لي صراحه انا ما اشوفه نهائيا، بالكود اللي يتعود ما يقدر بعد يغير، ايه. اوكي؟ الشيء الحلو اشنو؟ الشيء الحلو ان انت كتبت هذا الكود وتجي عليه قل له كيوري ديزاينر يرجع رجع لك هو جي او اي، قم تتلاعب بيه شلون من تريد، بس يكون يسوي له سيلكت اول حتى يعطي كيوري ديزاينر مناسب اللي هو اوكي. انا اشتغل سي تي اي ما اعتقد راح يلحق عليهم. شلون؟ راح تشتغل ميا سي تي اي ما راح يلحق عليهم سي تي اي. ما ان المهم انه انت هي موجوده. يعني اذا ما هي هاي ايمتى تفيد مثلا انت تريد مثلا بالاخير تعطي مثلا اربع خمس اعازات تريد بس ترويها لي خلينا نقول البوس هذا الاعاز راح يصير هالشكل مثلا، او اليه عمل، او انت مثلا على الاقل تحط لك ارشيف مثلا خليها كصور، يعني ممكن مفيده.
اوكي زين. هاي طبعا المثال اللي عندنا هنا على Human Resources Employee. ف يعني قاعدة بيانات Adventure Work نفس الفكرة يعني Northwind أو Adventure Work ما عندي فرد مشكلة. اوكي زين هسا نكمل. هذا الكمتازيه مثل العير ربط ويا الباور بوينت. سؤال المفروض يعني انت من سجلت من الديسكتوب هذه زين السكيور اوبريتورز رح ناخذ مجموعه من السكيور اوبريتورز اللي هي العمليات اللي رح نستخدمها اريثمتيك وعمليات منطقيه وسيت وغير ذلك. الاريثمتيك البديهيه يعني رح تقدر تستخدم جمع طرح ضرب قسمه يعني اسلوب اعتيادي. اذا تلاحظ مثلا اذا تستخدم الاريثمتيك بين اعداد رياضيه سلك 3 زائد 4 راح ينفذ لك هي على الاعداد الرياضيه. اما لما نحن استخدمنا لما يعني استخدمنا سلك مثلا فيرست نيم فيرست نيم مثلا على جدول الامبلوي فيرست نيم بلس لاست نيم بالضبط يعمل كانه ما كونكاتينيشن. راح يعمل يعني دمج لتو سترينج يعني مثلا نانسي دوفيليو ما اعرف ايش راح يعمل دمج لتو سترينج وليس عمليه رياضيه فهاي مفيده. اوكي فما منطقيا انت تقول له هذا زائد 7 لازم تحتاج دوال تحويل سترينج وهاي بعدين راح ناخذها. زين العمليات المنطقيه اكبر واصغر وهي الاشياء استخدمناها قبل شويه مثلا وير الصم اقل من 200 او اكثر. زين ها العمليات المنطقيه عندي اللوجيك اوبريتور اند اور نوت هاي كثير مفيده. يعني انت بالاند اور نوت راح تستخدمها لتكوين شرط مركب من اكثر من شرط. اوكي من شرطين او اكثر. فمثلا المثال السابق اللي هو سلكت رح نرجع لنبذو ثواني ship name ايما حقول ايما جدول اول مرة from order ship name of right order date ship name order date. هسه هذا راح يسترجع لي كل الحقول اللي ship name flight order date. زين لو انت تريد يعني اللي شرط معين وليكن مثلا حق الفرايت اللي هو حق الانتجر مثلا اكبر او اصغر من قيمه معينه فتقول وير فرايت مثلا اكبر من 20 فراح يرجع بس اللي ينطبق عليه هذا الشرط او مثلا فرايت اكبر من 500 راح يرجع اللي ينطبق عليه هذا الشرط. اذا تريد تدمج مجموعه شرط معين راح تستخدم اند اور ونوت طبعا راح تكون كلش مفيده عندك. فالان يعني اذا تحققوا الشرطين السلام عليكم عيني والله اعتذر هسه عندي محاضرة اخبرك ان شاء الله شوي. مع السلامة. زين
هسه مثلا شبني مثلا خلينا ناخذ اي اسم عشوائي مثلا هذا ليكون الاسم بس انتبهوا بالسكيول سيرفر تستخدم علامة متن مفردة لا بالفيجوال ستوديو راح تستخدم دبل اكبر من 20 اوكي فهنا راح يعني يعرض لك شرطين يتطابقون اللي حتى يحصل النتيجة وشغلة ثانية بالآن اذا نفذ انت خلي هنا دائما الشرط المتوقع انه ما يحصل لانه من ينفذ ايه هذا الجزء من ينفذ هذا الجزء اذا طلع فولز والعملية هي اند ما يتشيك شروط البقية فاسرع بالتنفيذ يعني لانه يعني تعرف مرات من اذا انت ما مستخدم اندكس راح يطابق قاعدة البيانات كولوم كولوم فمطابقة قاعدة البيانات كولوم كولوم لحجم مثلا 500 ميجا ومثلا 1 جيجا ارقام كلش كبيرة وقت هاي الراد لها حتى بوجود الاندكس هم الراد لها وقت فانت دائما خلي هنا الشرط اللي متوقع انه ينفي بسرعه اوكي زين نجي على مجموعه اخرى اللي هي سيت اوبريتر السيت اللي هي المجموعات بالرياضيات فالسيت اوبريتر ايش تعمل ترجع لي يعني نفس نظريات المجموعات بس تطبق لي هي على علاقات بين قواعد البيانات فراح يكون عاده يعني او اليه استخدامها انه ندمج نتائج موجودة في أكثر من سيلكت أوكي فأنا نفذ سيلكت أولى وسيلكت ثانية ونتائج مالتهم مجموعة على شكل مجموعات عندي يونيون أوكي أنت يعني هاي الفكرة العامة بس أنت ال آلية الاستخدام عندك يونيون وانترسكت واسبكت اليونيون مثل حال المجموعات يعني تأخذ الكل والانترسكت تأخذ التقاطع والإكسبكت تأخذ الاستثناء فنشوف أنا لو عندي الجدول الأول employee location والجدول الثاني وليكن recall location مثلا الجدول الأول بمجموعة من القيم Egypt وكندا Egypt والجدول الثاني بEgypt وكندا وفرنسا هاي نفرض نتائج الجدول الأول هاي نتائج الجدول الثاني لما تجي تستخدم يونيون راح يجي ياخذ الكل يعني ايش عندي انا عندي ايجيبت وكندا وفرنسا هذول الثلاث قيم الموجوده اوكي بدون تكرار طبعا راح ياخذهم فراح ينزل لي ايجيبت من الجدول الاول وكندا من الجدول الاول ايجيبت جت مره ثانيه فما يكررها راح ينتقل على الجدول الثاني ايجيبت موجوده ما راح يكررها كندا موجوده ما راح يكررها فرنسا راح ينزلها هذه نتيجه اليونيون بالنسبه للانترسكت فقط الشيء المتشابه ايجيبت هل موجوده بالجدول الثاني نعم موجودة إذا ينزلها كندا موجودة بالجدول الثاني نعم موجودة إذا ينزلها وفرنسا ما موجودة فما راح ينزلها أوكي الأنت الإكسبت راح ينزل الشيء اللي ما موجود يعني اللي ما عدا الشيء المتكرر فلو تلاحظ إيجيبت مكررة وكندا مكررة فقط فرنسا هي الاستثناء فراح ينزل فرنسا أوكي كاستثناء الاند والاور على جدول واحد لا على اكثر من جدول يصير لان هون اطبق على اكثر من جدول ايه جدولين ايه اطبق ايه يعني انا هذا كان سؤالي يعني بس الاند والاور هم على اكثر من جدول بس ايش راح تعمل؟ رحنا يعني راح ناخذ امثله على استخدام اكثر من جدول شوي يعني بالمحاضرات الجايه اكو امثله على استخدام اكثر من جدول الفكره انه انت كل جدول لازم تعطيه اسمه الصريح اوكي يعني هسه انت مثلا اريدت انه تسترجع قيم مثلا خليها بمحاضرات ربط الجداول راح ناخذ انر جوين واوتر جوين نوضح شلون نتعامل مع اكثر من جدول واعطيك مثال على الاند والاور ان شاء الله زين اليونيون اوبريتر انا ايش قلت
يعني ما مشكلة التطبيق يكون على جدول واحد أو على أكثر من جدول. أنا من شرحته قلت راح تدمج لي نتائج أكثر من سلك more two or more query نتائج query. أوكي نتائج الكيوري يعني ممكن select from جدول أو جدولين أو خمس جداول، فهذا كيوري طعا نتائج وترجع تقول له كيوري الأخ يعطي نتائج قد تكون متشابهة ومختلفة وندمج النتائج مالتهم. واضحة الفكرة؟ زين فرح نقول select زين ها الشروط عاد شروط اليونيون أنا ما رح يكون عندك نتائج تو كيوري وراح تدمجها لازم عندك فرد شروط معينة تتحقق بهاي الكيوري حتى تدمج هاي النتائج مالتها. اولا السيميلر داتا تايب لازم تكون نوع البيانات متشابهة يعني تدمج سترينج مع سترينج او انتجر مع انتجر. سيم نمبر اوف كولوم تدمج عمودي الكيوري الاول ينتج لك عدد معين بالاعمدة والكيوري الثاني ينتج لك عدد معين من الأعمدة يجب أن تكون هاي الأعداد متساوية. أوكي same number of column واضحة الفكرة. وأخيرا same column order and selected list الأعمدة تكون بنفس الترتيب integer integer character character real real ما يصير integer character real character integer real فيصير تقديم وتأخير بالأعمدة لازم نفس الترتيب. أوكي زين ناخذ مثال سلكت الاول عندي تو سيلكت سيلكت الاول راح يجيب لي ثلاث قيم راح يروح على جدول الامبلوي ويجيب لي الفيرست نيم واللاست نيم از نيم. اوكي واضحه الفكره راح يجيب لي الفيرست نيم واللاست نيم ويسميه حقل النيم فراح يجيب مثلا روبرت كينج ستيفن برينكام عف ايش فارزه سيتي راح يجيب المدينة فارزة بوستال كود راح يجيب لي رمز المدينة. واضحة هذا السلكت الأول. السلكت الثاني راح يجيب لي كومباني نيم راح يروح على غير جدول جدول كاستمر مغاير عن جدول الامبلوي جدول كاستمر راح يجيب لي كومباني نيم اسم الشركة و سيتي المدينة وأيضا رمز المدينة. واضحة الفكرة. الكولوم الاول اللي هذا السلكت الاول رجع لي تقريبا 9 نتائج والكولوم الثاني السلكت الثاني رجع لي 91 نتيجه مجموع الكل 100 نتيجه. لما تجي تنفذ الكيوري الاخير راح اسوي ليونن بياناتهم راح يرجع لنا 100 نتيجه اللي هي نتائج الكيوري الاول ثم نتائج الكيوري الثاني. اوكي لو نلاحظ خلينا ننفذه على نفس السطر هذا الكيوري الاول راح يجيب نانسي ديفلو اندرو معف ايش وهذا الكيوري الثاني راح يجيب الفريد فرانشاين فايش راح تصير ها بس ايش عمل رتب ها ها لا رتب ليهم حسب النيم ايه اوكي وياخذ التسميات مال الكولومز من اول الكويري اي طبعا ياخذ تسميات مال الكولومز من اول كيوري نيم وسيتي وباسكال كود لان هذا راح يتنفذ وبعدين الثاني يتنفذ. اوكي بس ايش يعني هو ولو مثال يعني ما منطقي انه نجيب مثلا يعني
ال first name وندمجه مثلا مع الكومباني نيم. بس احيانا انت تحتاج مثلا select معين يعني تحتاج نتائج to select على الاقل ما باليونيون مثلا بالانترسيكت تشوف اشنو المتشابه بيناتهم. يعني هاي مرات تكون مفيدة. يعني مثلا يسترجع لك الموظفين اللي موجودين او يسترجع لك اسماء الاشخاص اللي موجودين بجدول الدائن واسماء الاشخاص اللي موجودين بجدول المدين، ويعطيك اسم الشخص والمبلغ الكلي. فراح يعطيك احمد 500، احمد 320، فاحمد ايش قد مدين، احمد ايش قد دائن، ايش قد مدين. فهاي تكون مفيده، يعني راح يجيب لكم بالتسلسل كل له عليه. اوكي، بس مجرد انت راح تنسيق العرض مثلا تلون النتائج او فشي معين. زين، الانترسكت راح تجيب المتشابه ما بين هذول الجدولين. فانا ايش راح اعمل؟ راح استبدل فقط الايعاز للسيكيوال الاخير بحيث يجيب لي انترسكت. الايعاز نفسه بس مجرد الكلمه بمكان يونيون، هاي بالكوبي بيست مكان يونيون، راح تصير هاي الكلمه انترسكت. ايضا راح يجيب لي النيم الفيرست نيم واللاست نيم، راح يجيب لي السيتي، راح يجيب لي البوستال كود نفسه، بس بمكان يونيون راح يجيب لي انترسكت. فاذا نفذ بهاي الحاله السلكت الاول قلنا جاب لي 9 نتائج، لو تلاحظون صدفة السلكت الثاني ما راح يجيب لي ولا نتيجة متشابهة، لأن هذا عم يحكي على اسم شخص وهذا عم يحكي على اسم كومباني. فلو تلاحظ السلكت الأخير مالتنا نيم سيتي باستر وما طعاني الشيء المتشابه. أوكي، ماكو شيء مشترك أصلاً. يعني يمكن لو بس نغير على الباستر كود يمكن يطلع الأشياء متشابهة، لأنه رموز المدينة احتمال أكو رموز متشابهة. حتى بالمدن ما متشابهين. اوكي، واضحه الفكره؟ تريدون اخلي مدينه عشوائيه هسه بالامبلوي؟ احنا يما جدول كاستمر وجدول الامبلوي. بالامبلوي نخلي مدينه، هذا نسوي المدينه مالته رقمها 1، هذا كوبي كاستمر. ايه عشان ايه طبعا يتنفذ. شوفوا جاب لي البوستال كود المتشابه، لاحظتوا عملت كوبي للبوستال كود بالجدولين متشابه، فجاب لي بس القيمه المتشابهه اللي هي الانترسكت. واضحه؟ وهنا بكيفك تريد تخلي وير كذا جروب باي اوردر باي ما تعني شيء، سلك متكامله. سال على هذا انت اكثر يعني انت خلينا كود المدينه. ايه وير مجموع المدن المتشابهه هم تصير ايه جروب باي مثلا سيتي اي دي مثلا خلينا نقول، او مثلا بوستال كود هم يصير، او اسم صام فلانشه اسماء الاشخاص يجيب لي من طريقه كلها تصير. ما توصل لك انت بكيفك ايش تكتب براحتك. زين اكسب قلنا راح تجيب لي الاستثناء لهاي الحاله، فمجرد راح يتغير بالكود راح بمكان الانترسكت راح يصير اكسب اللي هي هاي الجمله، مكان الانترسكت راح يصير اكسب فقط، هاي راح تختلف عندي. زين ف نفذ، لاحظ الكيوري الاول جاب لي 9 نتائج، الكيوري الثاني 91 نتيجه، الكيوري الثالث جاب لي 9 نتائج. يعني القيم الموجوده بالكيوري الاول ليست موجوده بالكيوري الثاني. اوكي، هذا الاكسبت الاستثناء، الاشياء الموجوده بالكيوري الاول ليست موجوده بالكيوري الثاني. اوكي، زي لو رتبنا تسلسل الكيوريات دائما هو يعتمد على الاول ما له علاقه. يعني لو خليت هذا الفوق جوا والجوا فوق بالسلكت اللي عندي هو راح يعتمد على اول واحد. واضحه؟ يعني هسه هذا بالعكس اول واحد وين؟ اول واحد قبل كلمه اكسبت. هسه يجيب لي 91 نتيجه هنا
لان انا رتبتهم بالعكس بالسلكت. اوكي الاوبريتر اخرى اللي هي از ولايك وان وبتوين ايضا تفيدني باسترجاع النتائج بالسيرج. الاز نستخدمها عاده للتعامل مع النيل، فاذا استخدمنا از نيل مقصود به الداله از نيل اللي راح تاخذ فاليو تستبدلها، مثل المثال اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، اذا كانت الريجون نيل اكتب نوري نوريجون، تذكروها. هذا المثال من اخذنا الريجون مال الشخص، مثلا قلنا select مثلا start from او عليش بس first name من الجدول هذا employee، مثلا اخترنا first name فارزة هذا الدالة إزنيل راح تسترجع لك، راح تاخذ باراميتر اخذناه بالمحاضرة السابقة، تاخذ باراميتر اذا كانت قيمته نيل تستبدله بكلام معين نوريجون او ايش تريد انت. اوكي اما ال 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 كلمة از نيل يعني ككلمة مفصولة فراح يسترجع لك مثلا هي كلمة تستخدم يعني تستخدم بالشروط، فالسلكت فيرست نيم مثلا لاست نيم from employ where، هنا راح تستخدم شرط، فمثلا تقول له ريجون از نيل يعني ريجون اللي هي المنطقة از، لان انت ما تقدر تقول له ريجون يساوي نيل، تقول له ريجون از نيل يعني كأنه ما انت تقول له تساوي نيل، فراح يجيب لك الاشخاص راح يجيب لك الاشخاص اللي المنطقه مالتهم هي تساوي نل. واضحه الفكره بدون استبدالها، يعني لو قال له تجيب لي ريجون ايضا راح يجيب الاشخاص اللي المنطقه مالهم تساوي نل بدون ان يستبدلها. بس اشني انت تستخدم كلمه از لتحقق من شرط انه القيمه تساوي نل. اوكي ما نقدر نستخدم اليساوي نل. اوكي زين واضحه الفكره. اما داله از نل ذاك اليوم لا او اللي اخذناه قبل ثواني تستبدل النيل بقيمة جديدة. خوش زين البتوين لرينج معين، مثلا انت تقول مثلا سلك الشيب نيم فرايد ما اعرف ايش فروم اوردر وير، هذه البتوين راح تستخدم لتحديد مدى معين، فانت وير مثلا فرايد احنا كتبناها قبل شوية هذه قبل شوية مثلا وير فرايد اكبر من 500 and فرايد and فرايد مثلا اصغر من 1000، فراح يعني ينفذ لك هي هذه الطريقة يعني بها يعني تو يعني اثنين او من عمليات التيست، انه لازم يحقق هذا الشرط ويعمل له تيست ويحقق هذا الشرط مقارنة تيست. لما تستخدم بتوين فتكون اسرع وير فرايد بتوين 500 و1000 نفس النتائج لكن اسرع. اوكي فتستخدم عادة بتوين لتحديد رينج معين. زين ها اللايك شوف هسه انت لما تسترجع باستخدام اليساوي
شرط يجيب لك الاسم كما هو. فمثلا انت مثلا where select first name, معليش select first name فاريزا last name from. نعم from employee where first name. هسه ايش راح يصير عندك؟ اخلي بدون where اول مره راح يجيب لك الاسم الاول والاسم الثاني لهذا الشخص. هسا لو انت تريد شخص معين مثلا وليكن مثلا هسا خلي ناخذ يعني مطابقة كاملة. فنقول لازم مثلا اسم الشخص خلي نقول مثلا مايكل first name مثلا هذا مايكل. فتضطر تقول where first name وتكتب بين علامتين متن هي القيمة المطلوبة. طبعا هذه شغلة مرات كثير مفيدة ومرات مزعجة. مفيدة انه انت تريد تجيب معلومات عن شخص محدد بالذات واليوزر يعرف من هو فيكتب اسمه الكامل. او انت استخدمت list box. list box ما بيها كتابة كود بيها select لنقطة معينة. فانت تستخدم يساوي لان اليوزر مو راح يفتح الليست راح يطلع له 10 اسماء يختار واحد منهم نصا انت كنت ثبته عن طريق الكود او كنت ثبته باسلوب معين مليت الليست بوكس. فهاي تفيدك ليساوي حتى ما يجيب غيره. اذا تريد مثلا انه تسوي عملية بحث فمكان اليساوي تستخدم لايك بحيث الشخص ما يعرف انه اليوزر اسمه مايكل كامل بس يعرف انه اسمه يبدو بحرف الام. فتكتب حرف ام ثم ريميندر. اي يوزر يبدأ بحرف الام راح يجيبه. اوكي هاي الفكرة مالتها. او مثلا اي يوزر مثلا اي يوزر يبدأ الحرف الثاني منه هو يو. هسا احنا اذا نستعرضهم كلتهم راح يعرض لي مجموعة من الاشخاص. اريد اللاست نيم ثاني حرف هو يو. مثلا عندي فولار يرهم وهذا برينك يرهم وسوميا يرهم. فانا شلون اعبر عنه؟ اقول مثلا لاست نيم لايك الحرف يو اي ما حرف الثاني ما تمام. فالحرف الاول ما يهمني اندرسكور. فاذا عندك حرف واحد او ديجيت واحد او كاركتر واحد ما يهمك تكتب اندرسكور. اذا عندك سلسله من الاحرف والارقام تكتب ريميندر. ريميندر بمعنى هنا ايش صار؟ اقول له يشبه لايك يشبه اول حرف ما اعرف شنو هو ثاني حرف لازم يكون يو يليه اي سلسله من الاحرف والارقام. واضحه الفكره؟ إذن خلي ريميندر هين؟ إذا ريميندر بمعنى يحوي على حرف يو بأي مكان بالجملة. أوكي؟ زين. فهسه جاب لي دول ثلاث أشخاص اللي هو الحرف الثاني بيهم هو يو. أوكي؟ زين. هالشكل يعني first name plus فراغ ما تمام plus last name from where last name يساوي بي يو. ونفرض انه راح خلي ريميندر هو
شوف هو هسه جاب لك على الاثنين صدفة الرهمد، بس انت اذا تريد شوف هسه لو انا اقول لك المفروض الحرف ايه بس اصبر انا اريد الشرط منطقي لازم نخليها مكان اسم جديد وبالشرط بالشرط الحد على هذا الاسم الابي اذا تريد الاب الكلي يعني اذا تريد التوتال نيم فالمفروض تستخدم از لان هسه رحمت ليش لان هو جاب اللاست نيم واللاست نيم عيرهم عندي ثاني واحد لو انا قبلتهم بالعكس فيرست لاست بعدين فيرست ما يقبلها فإذا تريد على الاسم التوتال فتقول له as مثلا خلينا نقول فول نيم اوكي فول نيم ايه ايه اف لازم فول نيم ناخذ الجمله مال السلكت الكونكاتينيشن ونزلها جوا المعادله نقول لك يعني بس راح يجري العمليه كلها لا لا حتى لو احمد المفروض ياخذها هسه المفروض ياخذها يعني لازم هالشكل نعمل بس هي المفروض ياخذها يعني بس لازم تمسحها شوفوني حتى اختلف النتائج ما هو هذا سؤالي هم اكو مثلا حرف يو بال هذا عياخذ على التوتال هذا عياخذ على التوتال ما يعرف الاسم الاول ولا الاسم الثاني ايه قبل شويه رجع لك ثلاث نتائج هذا وهذا وهذا لان لورا في الاسم الاول بيو بس ما اخذوا قبل شويه تتذكر ما اخذوا تذكر لو ما تذكر ثلاث نتائج لورا ما اخذها هذه لانه اليو كانت بالفيرست نيم وليس باللاست تمام اما هوني اليو موجوده بالتوتال نيم يعني على الكل على الكل على الفيرست واللاست اوكي بس بتنجنر مرتين نحسب ما ياخذ السابع على ياخذ اذا موجود بالفيرس ولا ياخذ موجود باللاست ليه هسه اللورا بس يلا بس بالفيرس موجود هو وين عايش شعيو اي طلع بالضبط بالفيرس او باللاست هو هذا المطلوب هو فعلا احنا هذا اللي نريده نحسب الكونكاتينيشن حتى مره واحده بس نحسبها ايه هم تصير والفيو نرجع نروح منه نستنى الحل مال بالفيو اذا كان حتى نجنب الاسم الاول كاتب الاسم الثاني يا استعرضه مره واحده ايه موجوده يعني اليو باعتبار اشك اليو موجود يعني لو مثلا هذه مثلا لورا ويني لورا راح اخلي باسم الاب هميو نفس النتيجه يعني باعتبار هو عرضه اوكي هو ياخذ استاذ اليو ايه هسه نجي ناخذ نقطة الجوينينج داتا اوكي ها الجوينينج داتا راح اسوي لي عملية ربط بين اكثر من جدول اوكي زين كمل لو نوقف ها الساعة اليوم تعبانين آه تمام زين نوقف نوقف على الجاي لان الجاي موضوع قوي ما سهل